مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. على صور الأقمار الصناعية لهذا المساء نلاحظ وجود كميات كبيرة من الغيوم العالية والمتوسطة تغطي وسط السعودية والمنطقة الشرقية، وتتجه أيضا باتجاه المناطق الشمالية الشرقية. هذه الغيوم هي من النوع العالي ومصاحبة للتيار الهوائي النفاث. أما الخرائط التي تمثل درجات الحرارة، فنلاحظ أن المملكة ستبقى خلال هذه الليلة والثلاثة أيام القادمة تحت تأثير كتلة هوائية باردة، خاصة المناطق الشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية والشمالية الغربية من المملكة. أما الخرائط التي تمثل درجات الحرارة تمثل سرعة الرياح، فنلاحظ أن أيضا المملكة ستبقى تحت تأثير رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، خاصة المناطق الجنوبية والشرقية وكذلك الغربية والوسطى، لكن بتكون سرعة الرياح أقل، تصبح تدريجيا في المناطق الشمالية والشمالية الغربية. طبعا هذه الرياح النشطة تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، وبالتالي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح. وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقع هذه الليلة في الرياض ستكون الأجواء باردة إلى باردة جدا، أيضا غائمة جزئيا. هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر، الصغرى المتوقعة 9 درجات مئوية لكن الملموسة 7 درجات. إذا الأجواء باردة بشكل عام بالرياض مع احتمال سقوط زخات من المطر. أحوال جوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، يوم غد الخميس أيضا أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا، في فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في الرياض، والعظمى المتوقعة 17، والأجواء في الليل باردة والصغرى المتوقعة 8. يوم الجمعة ارتفاع قليل على درجات الحرارة، بحيث تصبح الأجواء تقريبا باردة نسبيا إلى لطيفة بالنهار لكنها باردة ليلا، العظمى 22 والصغرى 11. يوم السبت ارتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح الأجواء يوم السبت معتدلة في النهار في الرياض ولطيفة ليلا لكنها تميل إلى البرودة في ساعات الصباح الباكر، العظمى المتوقعة يوم السبت في الرياض 26 والصغرى 15 درجة مئوية. الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق المختلفة من المملكة خلال يوم غد، فبتكون في إسكاكا الأجواء مشمسة تقريبا تميل أو باردة نسبيا نهارا وباردة ليلا، العظمى في سكاكا 16 والصغرى 6، عرعر 15 إلى 5، تبوك 19 إلى 8. والمناطق الغربية من المملكة أجواء مغبرة وأيضا بتكون حارة نسبيا تقريبا في جدة ومكة المكرمة، لكن في المدينة المنورة أجواء مغبرة باردة نسبيا باردة ليلا، وبتكون العظمى محدود 24 والصغرى 16، جدة العظمى 35 والصغرى 22، مكة أجواء مغبرة وحارة نسبيا نهارا العظمى 35 لكنها بالليل بتكون الصغرى بحدود 21 درجة مئوي، الطائف أيضا أجواء مغبرة العظمى 25 والصغرى 14 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء غائمة جزئيا، فرصة لسقوط بعض زخات متفرقة من المطر في منطقة جازان، الباحة 22 إلى 11، أبها 23 إلى 11، وجازان 30 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية من المملكة أجواء مغبرة في منطقة الدمام وحفر الباطن، أيضا تقريبا بتكون معتدلة من حيث درجة الحرارة إلى حد ما، لكن الغبار يؤثر على أنه يكون الجو لطيف بالمعنى المطلق. الحرارة العظمى المتوقعة 20، والأجواء بالليل بتكون باردة، الصغرى في الدمام 12، حفر الباطن العظمى 17 والصغرى 6، الإحساء 20 العظمى والصغرى 9 درجات مئوية. المنطقة منطقة الرياض والمنطقة الوسطى أجواء غائمة جزئية.
باردة نسبيا نهارا، لكنها باردة. منطقة الرياض هناك احتمال لسقوط زخات متفرقة من المطر، العظمى في حائل 14 والصغرى 6، بريدة 15-5، الرياض العظمى 17 والصغرى 8 درجات مئوية. أعزائي المشاهدين، نتمنى للجميع السلامة، ولكم تحية طيبة من طقس العرب.